ليش سميت الشافية مثلا؟ تعرف؟ الشافية لأن يسترقون بها. أيوة الرسول كان يسترقي. أحسنت. وحصلت فيه قصة يرويها أبو سعيد الخدري أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر، فلما خرجوا في سفر مروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، يعني طلبوا أنهم يكونوا ضيوف عندهم، ومن عادة العرب أنهم يضيفون هذا الغريب 3 أيام، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد القوم، حاولوا أنهم يعالجونه وحاولوا أنهم يعالجونه ما وصلوا إلى نتيجة، فقال بعضهم لبعض لو سألنا هؤلاء الراهط، يعني بيطلعون يسألوهم يمكن أحدهم يرقي أو كذا، فسألوهم فقال أحدهم إني راق لكن استضفناكم فلم تضيفوننا فلم تضيفونا، فلست براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلة، يعني أنه طلب منهم أنهم يعطونه عطاء حتى أنه يرقي سيده. فتصالحوا على قطيع من الغنم، فجاء الصحابي وبدأ يرقي ويقرأ عليه الفاتحة وينفث عليه فقط، ما يقرأ إلا الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، قام شوفي يا سيد القوم. فلما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه وذكروا له القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها الشافية، فسميت الشافية لهذا الأثر. والرهط هو وش الرهط؟ الرهط هم الجماعة من 3 إلى 9. إيه نعم. حسنات هي في الميزان.